لو نظرت بعيني بإعجاب إلى لاعب أو إلى كافر أو إلى مغني أو إلى إنسان عليه علامة استفهام في الدين، يؤثر علي، يؤثر على صفاء قلبي، يؤثر على صفاء روحي، يؤثر على صفاء عقلي. ولهذا الأوائل كانت أرواحهم صافية لأن نظرهم وبصرهم وبصيرتهم نظيفة طاهرة، ما يرون إلا شيوخهم، ما يرون إلا من يأخذون عنهم، ما يرون إلا كل خير. بل حتى لو التقوا بالعاصي، لو التقوا بمرتكب الجريمة، ينظرون إليه نظرة حسن ظن يعود عليهم، لأن المثل العربي يقول: وكل إناء بالذي فيه ينضح. إيه الإناء اللي عندك؟ إذا إناءك نظيف ترى الناس كلها نظيف، كن جميلا ترى الوجود جميلا. الذي ينظر للحياة من حيث جمالها الرباني وجمالها الرحماني ينظر كل شيء جميل، حتى كما قلنا للعاصي. وأما الذي عنده تلوث فبمقدار التلوث ينظر الحياة ملوثة، فلا بد من التطهر.